قامت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بتسليم 330 شجرة وشجيرة لوزارة التربية والتعليم خلال حفل أقيم في مدرسة الهداية الخليفية لتوزيعها على مختلف مدارس البحرين. وتهدف هذه المبادرة إلى نشر الثقافة الزراعية في المدارس وتعزيز الوطنية وغرس القيم البيئية لدى الطلبة وخلق جيل متحضر وواع بأهمية التشجير والحفاظ على الموارد البيئية واستدامتها وتحقيق أهداف الحملة الوطنية دمتي خضراء من خلال تكثيف عمليات التشجير في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة وخلق بيئة صحية وتقليل آثار التلوث والانبعاثات الكربونية وإضفاء منظر جمالي في المدارس. وأقيم على هامش الفعالية معرض مصغر يستعرض التاريخ العريق لمدرسة الهداية الخليفية. وعبرت سعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة بهذه المناسبة عن عظيم فخرها واعتزازها بهذه الشراكة المستمرة مع وزارة التربية والتعليم وبالجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة في سبيل دعم الحملة الوطنية للتشجير دمتي خضراء. من جانبه أكد سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس أهمية هذه الشراكة المستمرة بين وزارة التربية والتعليم والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي مشيدا بالدعم الذي تلقاه المؤسسات التعليمية من قبل المبادرة. الحمد لله رب العالمين، اليوم احنا في محطة جديدة للحملة الوطنية للتشجير في مدرسة الهداية الخليفية في المحرق. مهم جدا بالنسبة للحملة الوطنية وأهدافها أن احنا نشتغل مع أبنائنا وبناتنا الطلبة ونغرس فيهم حب الزراعة وحب التخضير. ففعالية اليوم فعالية جميلة جدا، التقيت من خلالها بأبنائنا ما شاء الله الموهوبين وأبنائنا اللي تعلموا حرف بحرينية، وكذلك أتمنى أن من خلال فعالية اليوم صار عندهم حب للزراعة وشغف بهذا المجال. طبعا هذه الفعالية سوف تشمل عدد كبير من مدارس وزارة التربية والتعليم، حيث سيتم غرس عدد من الأشجار في هذه المدارس. طبعا الهدف من هذا كله هو طبعا تنمية حب التخضير والأشجار والبيئة والزراعة لدى الطلبة ولدى منتسبي المدارس، والإسهام طبعا في تنفيذ الأهداف الحكومية المتعلقة بعملية التشجير. البدء بأعمال التشجير أمر هام جدا، وذلك لتغطية الأضرار الناتجة عن تغير المناخ وما إلى ذلك. لهذا أود أن أهنئ وزارة التربية والتعليم والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي على مثل هذه المبادرة، وأتطلع إلى تعاون مستقبلي.